اكد وزير الخارجيه والهجره بدر عبد العاطي ان وتيره التصعيد الحاليه في المنطقه تستوجب تكاتف الجهود للتدخل السريع في هذا المنعطف الخطير لسرعة وقف إطلاق النار والعدوان الحالي على لبنان والعمل على الحيلولة دون التصعيد الإقليمي جاء ذلك خلال الاتصال الذي تلقاه من مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص إلى لبنان إلى لبنان جون إيف لودريان وشدد عبد العاطي على أهمية العمل على تكثيف إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للشعب اللبناني وتمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية وعلى راسها الجيش اللبناني